أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فلوسنا. هل يوافق الليبيون على استبدال الدعم؟ هذا اللي نبغى نعرفوه في الحلقة بعد ما نسمع هذا التقرير ونرجع من جديد. ليبيا دولة منتجة للنفط والغاز ولديها احتياطات ضخمة منها موارد طبيعية وافرة وعدد سكان قليل نسبيا ولديها شاطئ بحري طويل بموانئ نفطية تمكنها من تحقيق مداخل هامة. هكذا تصنف دولة ليبيا اقتصاديا، لكن اللافت ومنذ فترة تصاعد حدة النقص في إمدادات الوقود متمثلا في النفط والديزل والزيوت الكيميائية ودوما الأسباب جاهزة تصاعد وتيرة تهريب الوقود برا وبحرا، النقص في إمدادات الطاقة مما يصيب محطات تزويد الوقود بالشلل التام، وأخيرا تأخر وصول ناقلات البنزين والديزل إلى الموانئ الليبية، وإن وصلت فسوء الأحوال الجوية بالمرصاد والأضرار التي تعرض لها مستودع طرابلس في الحروب السابقة. هكذا تردد مؤسسة النفط وشركات تزويد الوقود الثلاثة البريغا الراحلة والشرارة. اللافتة أيضا أن ليبيا ورغم أنها منتجة للنفط ولديها احتياجات كبيرة لوقود السيارات بسبب العدد الهائل من السيارات التي تسير بشوارعها، إلا أنها تفتقد إلى مصفاة توفر حاجة البلاد من هذه المادة، فتغادرنا شحنات النفط لتعود إلينا مصنعة كوقود سيارات يردنا غالبا من إيطاليا. التساؤلات تطرح وتكرر نفسها، لماذا لا توجد لدينا نقطة إعادة طلب حقيقية لتوضيح زمان ومكان احتياجاتنا لهذه المادة الحيوية؟ ولماذا لا توجد مصفاة تلبي الحاجة الحقيقية للسوق المحلي من الوقود؟ وهل تكلفة إنشاء مصفاة وقود تضاهي تكلفة الاستيراد وتوقف السيارات وإيرادات ارتفاع الأسعار من هذه المواد؟ ثم ألم يجد المسؤولون وصناع القرار طرقا لمكافحة تهريبه؟ أليس الدعم النقدي المباشر للمواطن بديلا مهما وناجحا لمكافحة تهريب الوقود المدعوم؟ وإلى متى نظل نراوح أماكننا ولا نجد حلولا ناجعة لمشاكلنا؟ أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم حلقتنا فيها عديد من الضيوف اللي حيكونوا معنا، في السيد محمد الصافي الباحث الاقتصادي، في السيد الدكتور علي الصلح رئيس فريق الدعم بمصلحة الجمارك، في السيد محمد أحمد الخبير النفطي، الدكتور صالح إبراهيم مؤسس أكاديمية الدراسات العليا، السيد إبراهيم بو بريديعة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريغا، وأيضا سينضم معنا السيد خالد حمزة عضو ديوان المحاسبة الليبي. أبدأ مباشرة برئيس مجلس رئيس لجنة الإدارة بشركة البريغا السيد إبراهيم أبو بريديعة. سيد إبراهيم أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لقبولك دعوتي اليوم. أهلا وسهلا بك سيد أحمد، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك، وفعلا نثمن أنك أنت دخلت معنا اليوم. يعني سيد إبراهيم أبو بريديعة، عندنا مشكلة المدة الماضية صارت مشكلة في امدادات الوقود وازدحام كبير على المحطات الوقود، ليش المشكلة هذه صارت المدة الماضية سيد إبراهيم؟ لو سمحت لي سيد أحمد في البداية نحب طبعا نشكرك بعد ما نصلح اللقب اللي أنت ربما يعني كان صعب شوية، هو صحيح من صعب، هو اللقب الصحيح أبو بريدعة. بريدعة سامحني، لا مكتوبة قدامي غلط سمح. وبعدين حضرتك جديد راه مسكت المجلس الإدارة فما تلومش علينا، ما زال ما نعرفوكش. مظبوط صحيح، لا ماليش هدف في شركة البريكس. إن شاء الله ربي يكون في عونك سيد إبراهيم، تفضل سيد إبراهيم. يا سيدي بارك الله فيك، بس اللي وقتني في عجالة نحاول بقدر الإمكان نسلط الضوء على الأقل تاريخيا كيف كان شركة البريكا وكيف الإمدادات وصولا لهذه المرحلة. أستاذ أحمد أنا عندي راو ضغط أسئلة كبير ليك ونبيك تقعد معي في الحلقة، خلينا من قصة البريغا وخشنا في الموضوع طول لأن عندي أسئلة كبيرة، بعدين لو كان لقينا وقت حناخده سيد إبراهيم حتى باش تعطي للمشاهد. حاضر باي تفضل، لكن جاي الوقت اللي لازم باش نصارح الناس ونفهم ونحط النقاط على الحروف. باه ممتاز تفضل. عام 2013 سيد احمد كانت البريغا طبعا تستحوذ حوالي على 269 مليون لتر ساعه تخزينيه من الوقود السائد، واللي هي تمثل طبعا الديزل والبنزين والكيروسين المنازل والطيران والغاز المسال اللي هو بتاع دوره الغاز. وتمثل كفايه بالايام حوالي 29 يوم. 29 يوم 2014
29 يوم كفايه بالايام لجميع المنتجات السائمه. وكانت الامور كويسه وجيده. حتى عام 2014 جت الحرب تاع 2014، طبعا تم تدمير جميع السعات التخزينيه في ذلك الوقت، واستطاعت الشركه خلال سنه ان هي ترجع هذه السعه التخزينيه، لكن بسعه تخزينيه اقل، احتفظنا بحوالي 100 مليون طاقه تخزينيه لا اكثر. اللي هي تمثل وقود البيزا. الخزانات هذول تحكي فيهم، تحكي عليهم في طريق المطار وكذا، هذول اللي تكسروا في عده مواكن وفي عده اماكن، صحيح؟ بالضبط، في طريق المطار بالذات. المطار بالذات هذه هي السعه التخزينيه اللي طرابلس الكبرى طبعا. هذو كله كم في كم في خزان غادي في طريق المطار سيد ابراهيم؟ عندنا 21 خزان. 21 كلهم انضربوا؟ كلهم انضربوا، فقدناهم بالكامل. استطعنا بعد الحرب الحاليه ان رجعوا خزانين للغاز نظرا للحاجه الماسه اليه، ونسعى ان نرد الحين ان شاء الله 3 خزانات حتى شهر 7 القادم. فهذا اللي صاير. طبعا بالنسبه حتى ولو ان كانت خزانات تضررت، لكن كنت نتمنى ان باش نبين للمشاهد ان البريقه والمؤسسه الوطنيه للنفط لم تألو جهدا او تدخر جهدا في عمليه توفير الوقود من مستودعات بديله. صحيح كان مشاتوا للدماء للهاني في كان خزان ولا لا؟ لا لا، قاعد نجيبه من مصراته من الزاويه، من طبعا الاستهلاك اليومي في احنا استهلاك اليوم يصل طبعا يعني على 5 طيب. عن 6 مليون طيب مشكلة لتر في اليوم. طيب معناها مشكله البنزينه سيد ابراهيم الحاليه عدم او اللي نتيجه لافسادنا في الحروب نتاعنا للخزانات المحروقات ولا لا؟ الله يرحم والديك. طبعا البريقه فقدت من 14 الى عند 21 فقدت جميع خزاناتها بالكامل، ويمثل حوالي 500 مليون كخساره ماديه. كخساره ماديه قداش؟ حوالي 500 مليون واكثر، ما بين يعني ما بين اصول منقوله وثابته. حاولنا بامكان ايصال رسالتنا عن طريق المؤسسه، زي ما تعرف ويعرف الجمهور الكريم بان البريقه ميزانيتها ليس من الميزانيه العامه ولكن من خلال مبيعاتها. كان من الصعب انك تسترجع، من السهل انك تدمر، لكن من الصعب انك ترجع خزانات. والله ما في اسهل من انك تدمر، صحيح مزبوط 100%. طيب هذا معناه، هذا معناه خليني انا نقول ان انا ما نقدرش نلوم عليك ولا على شركه البريق ان تدير اي شيء، احنا اللي كسرنا المخازن نتاعنا وتفرجنا على تفرجنا عليها وهي تنحرق وتتفجر. لكن باي انا ما نقدرش نقول لك شنو بتديروا، والله غالب هذا الحروب نتاعنا وهذا نتيجه اللي درناه. لا نبي نسالك، نبي نسالك عليه ان حتى لو كان درنا، انا زمان سالت سمعت هذا الموضوع من سيد عماد بالكوره تقريبا اللي كان قبلك سيد ابراهيم، وقال زميلك السابق نعم، وقال ان 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 يعني حتى لو كان درنا خزانات جديده مش حتكون بكفاءه والسبيسيفيكيشن نتاع الخزانات القديمه، حتى لو كان درنا حاجه جديده، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هو طبعا الخزانات احنا نشتغل طبعا بتصاميم معينه اللي هي طبعا الاي بي اي ستاندرد اللي هي الامريكان ستاندرد يعني ستاندرد. لا هو خلينا نقول الستاندرد نتاعكم عالي جدا، صارت فيه حريقه في كم خزان في طريق مطار توقعنا كلها انها تنفجر، لكن فعلا قاعد ينحرق لكن ما انفجرتش. مضبوط. لا هو ان شاء الله حنرجع بنفس السعه التخزينيه نتاعنا زي ما قلت لك، لكن احنا ما اعطوناش فرصه، الحروب ما اعطتناش فرصه، كل ما نتنفس ونسترجع خزان ولا اثنين اصبحنا ربما نستعمل حتى في طرق بدائيه، يعني ربما بسبب الاضرار وفي سبيل ان احنا نوفر الوقود للسوق المحلي قعدنا نشتغل بنص خزان بربع خزان نتيجه الظروف. احنا ربما اليوم الناس تتكلم كانها مستقرين، لكن ربما نسوا المرحله اللي كانت فيها البلاد تحت طائله القصف وتحت المشاكل وتحت الحرب. مزبوط. يعني خسرنا محطاتنا الكهربائيه، خسرنا سيارات سيارات التوزيع. زي ما قلت انت سهل ان احنا نكسره لكن صعب ان احنا نرجع. طيب معناها انتم وليتوا، انتوا وليتوا شركة البريقة ما عادش عندكم حل، ما عادش عندكم خزانات، فبديتوا تاخذوا من السفن اللي موجودة في البحر طول توزعوا للمحطات، هل هذا الكلام صحيح؟ مضبوط، نجيبه من الناقل مباشرة، لكن مع استمرار التزويد من مستودعات مصراتة وطراب والزاوية، حتى لا حتى يعني حتى لا حتى لا لا نترك فترة فراغ لما نكون في عندنا اشكاليه، ربما في سفينه بتتاخر ولا شيء ما تاثرش علينا، لان نجيبه فيه من مصراته ومن الزاويه اللي هي تلبي متطلبات السوق المحلي اللي تمثل حوالي من 5 ل 6 مليون. صحيح فيها نوع من التعب، فيها نوع من الخسائر اللي هي تعتبر اضافيه. هذه هذا اللي بنسالك عليه انا، لما تقول لي في سفينه راسيه وقاعده تعبي هذه خسائر كبيره، انا مش قادر نلومك سيد ابراهيم، ما عندك ما تدير انت، لكن نبي نشخص المشكله بجديات، مش الناس تفهم لما تحارب ان تضرب خزان ولا تضرب شيء حاجه ونقعدوا
حاصلين احنا، هذا يساهم في عناء المواطن قاعد. هل في تكلفه زايده في 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 او كبيره لما نخلي سفينه قاعده راسي في البحر ونعبي منها ونقعد نستنى في السيارات ما جايه بدل ما ترفع للخزان طول، ولا نفس الشيء دكتور سيد ابراهيم؟ لا طبعا في تكلفه اضافيه يعني تعتبر تحمل عباء الشركه، وربما تحمل حتى اجزاء من الخساره اللي الشركه قاعده تحمل فيها، لانك انت لما تنقل المنقولات من 200 كيلومتر بتعريفه الاقتصاد تدفع لها مقدما وبتجيب هذه الكميه صاغرا، يعني شئت ما بيت باش توفر السوق، توفر الوقود للسوق. فاحنا عندنا رحلات مكتبيه ما بين مصراته وما بين طرابلس وما بين الزاويه، بالاضافه الى المخاطر، بالاضافه الى عمليات المرة السطو اللي تصير علينا في الطريق، فمشاكل عديده تصاحب هذه العمليه التشغيليه مش بالسهل. انا سيد ابراهيم انا اعلم انك انت رجل تكنوقراط، لكن بنسالك سؤال، انت حر تجاوبه ولا ما تجاوبهاش. هل حل مشكله الوقود، هل هنالك حل في مشكله الوقود بدون استبدال الدعم فيه او تغيير سعره؟ خليني نكون معاك تكنوقراط حتى انا بنفس الشكل، هل في مشكله لتهريب حل لمشكله تهريب الوقود وللمشاكل اللي صايره فيه بدون ما نعدل سعره ولا لا؟ والله اذا كان احنا محاطين بخمسه دول او اكثر تعتبر فقيره او تحت خط الفقر وفيه انفلات وما فيش ترتيبات امنيه وما فيش زي ما تقول محافظه على الحدود والمنافذ، هالاسعار اللي موجوده هامش يعني هامش السعر اللي موجود ما بين المناطق القريبه بدون وجود ضوابط امنيه او ترتيبات امنيه تحد من عمليه التهريب، فيكون صعب انك تحافظ على عمليه التهريب بهذا السعر. هل تعتقد فعلا سيد ابراهيم ان نقدر ان 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 نكافحوا تهريب سلعه تقدر تنباع ب 50 ضعف اكثر منها بشكل امني؟ يعني ليبيا متراميه الاطفال اطراف كبيره جدا. لكن خليني اسالك سؤال ثاني، في ناس تتكلم رجوعا لتخصصك سيد ابراهيم، في ناس تتكلم قاعده ان في تغيير في مواصفات البنزين الليبيه، انا لا لست متاكد ولا اعتقد ان هذا الكلام صحيح، لكن قريتها في اكثر من تعليق، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ زمان كانوا يقولوا ان البنزين التنكي سدني 10 ايام، توا ولا 5 ايام، هل في منا الكلام هذا صح ولا غلط سيد ابراهيم؟ هذا طبعا كلام الحقيقه مدعاة للضحك استاذ احمد، لان يعني سامحني في الكلمه، لكن طبعا قبل حتى نجاوبك على هذا السؤال، هل تعلم ان المؤسسه الوطنيه للنفط في ظل عدم توفر الميزانيات اللازمه من وزاره الماليه ان رتبت ديون على ظهرها زي ما يقولوا العرب حوالي مليار و300 مليون دولار نتيجه استيراد الوقود هي متحملتها. فراوا بالاضافه الى ان احنا سعه تخزينيه كانت عندنا حتى صعوبات، ربما ما نشيرش باتهام شخص معين، لكن الحكومات المتعاقبه لم تلقي لنا اذانا صاغيه، ما في حد رد علينا ولا حد كلمنا. السعر الجعل القيمه الـ يعني المبرمج من النواقل، تطلب 12 يلا ممكن تحصل 6 او 7 نتيجه والله ترتيبات ماليه مش موجوده، نتيجه مصرف مركزي، نتيجه وزاره الماليه. نتمنى ان شاء الله هذه يعني هذه المشاكل نتجاوزوها في الحكومه الجديده كسخر ربي. يعني انت لكن ردك على المواصفات هو مدعاه للضحك، يعني لا يمكن. بالضبط تو نجيب لك على بالنسبه للمواصفات، المؤسسه الوطنيه للنفط من خلال توليداتها وهي الجهه المختصه بعملية الكميات اللي تعتمد على برمجة وطلب شركة البريغا سوق النفط، هي واخدة في احتياجاتها القطاع العام والقطاع الخاص. البريغا المؤسسة تتعاون مع شركات معروفة وعندنا زي ما يقولوا معناها مواصفات معينة، لا تدخل السفينة إلا بعد أن تقوم شركة البريغا والمؤسسة بهذه الاختبارات. اختبارات طبعا عندها مواصفات محددة، وسبق أن رفضنا عدة ربما شحنتين أو ثلاثة في السوابق ربما أو أكثر نتيجه عدم المطابقه. اللي سمعته انكم انتم حرف في موضوع المواصفات، مش متسهلين بكل، يعني حتى تغيير بسيط في المواصفات ترجعوها عادي ولو فات بسيطه ترجعوها يعني. هذا الحقيقه انا سمعتها مش منك، انا سمعتها من ناس اخرين متخصصين في هذا المجال. نبي نحكي على برضو علاقتكم بشركات التوزيع سيد ابراهيم، هل هي كويسه؟ هل تقدر تصرح لنا بشيء في هذا الموضوع الان ولا ما زال؟ انا والله بصراحه اليوم قلت انا حاولت يعني بشتى الطرق لتفادى عمليه الاعلان وعمليه الظهور الاعلام والكلام، لكن جاء الوقت ان احنا لازم نتكلم. بالنسبه لشركه التوزيع من 2007 بصدور القرار اللجنه الشعبيه عامه سابقا فصلت ثلاث شركات اللي هي الراحله والشراره وليبيا نفط بالقرارات 290 91 92، وطالت الدوره الاجرائيه ما بين البريغا في السابق كانت هي اللي تخزن وكانت تتوزع. هذه القرارات اعطت الاختصاص لبريغا من حيث التخزين والمناوله، واعطت لهذه شركه التوزيع اللي هي عمليه توزيع الوقود على المواطنين، وجعلت لكل منا جعل محدد، فاعطت للبريغا مثلا رقم واعطت لشركه التوزيع رقم اخر.
طبعا خلال هالسنوات وخلال خاصة بعد 2011 ودخول محطات، وكل واحد رأى أن ربما تكون محطات شركات معينة إنشائها بعد حصول على موافقات وإجراءات، في بعض الناس من أصحاب النفوس المريضة استغلتها في التكسب غير المشروع، وحاولت أن هي تبيع وتدير خاصة في المناطق اللي هي تعتبر حدودية أو مناطق أخرى، فانفلتت الصرع من بعض الشركات التوزيع، بالإضافة لأن حتى المحاكم تدخلت وأنشت أكثر من جسم موازي، فتلقى الشرارة ربما وصلت ثلاث شركات، الراحلة شركتين، ليبيا نفط ممكن الوحيدة اللي قاعدة محتفظة بسجل تجاري لكن في الواقع أن هي مقسومة على اثنين، ثم دخلت الطرق السريعة. فبعض الشركات اللي هي تعتبر تمثل الجسم الحقيقي واللي موجود واللي تعتبر حقيقي يعني وقانوني، أرفع عنها الحرج في عملية بسطة سيطرتها ونفوذها، ممكن عندها 10-20% تجاوز بعض المحطات اللي هي خاصة أما المملوكة جيدة. لكن الأجسام الأخرى اللي هي أنشئت سواء كانت بأحكام سواء كانت بقرارات سواء كانت خلال الفترة الانتهازية سببت عديد المشاكل ونجم عنها يعني عدم السيطرة على 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 توزيع الوقود. وزي ما حكيت لك الكميات يعني تعتبر مهولة اللي تجي فيها شركة البريغة من خلال موصلة النفط مشكورة، لكن للأسف لا تكفي نتيجة أن هي تطلع على سياقها وتطلع خارج الأماكن ربما مخصصة لها، وربما ما نفتحوش الموضوع كبير جدا لأن ربما في بعض الأشياء نعرفوها في بعض الأشياء ما نعرفوهاش، لكن ربما الظروف هي اللي خلقت هذه الأزمات اللي خلت انك انت مهما الكميات اللي تجيبها. نبي نسأل سيد ابراهيم، ليش دائما المشاكل في المنطقه الغربيه؟ ليش ما فيش مشاكل في توزيع الوقود نفس اللي نشوفها فيها في طرابلس؟ هل العامل الامني ام شنو بالضبط؟ اذا كان جوابك حيكون فني جاوبني، اذا كان عندك احراج ما تجاوبنيش. لا نجاوبك، انا ما عندي ما ندس عليك. بالنسبه لعمليه الاحراج المنطقه الغربيه نتيجه تعرض، يعني المنطقه الشرقيه ما تعرضتش لتدمير بنيه تحتيه، خزاناتها مقاومه وموجوده. لكن ولا المنطقة الوسطى حتى مسارات خزاناتها موجودة، لكن الإشكالية اللي صار فيها طرابلس، طرابلس تمثل أكثر من حوالي 40-50% من إجمالي الاستهلاك الموجود على مستوى البلد بالكامل. صحيح. عارف إن أكثر من... فبالتالي أي شيء في العاصمة طرابلس سيبان. المناطق الجبل الغربي تتأثر حتى هي ببعض المشاكل، بعض عملية الصعوبة في توصيل المحروقات لها، سواء كانت بتدخل بعض ما يسمى بلجان الأزمات أو بالأعيان أو بغيرها. فكل من يلقى طريق انه يخش في هذا الجانب سواء كان بالخير ولا بالشر يخش فيه. طبعا تعدد الاطراف استاذ احمد يؤدي الى صعوبه المساله. فوضى. نعم كما نعم. تعرف نعم. نعم الاطراف اللي خشت ربما فيه كان منها قصد منها انه هو خير باش يوصل الوقود والمحروقات للمواطنين، والبعض الاخر كان لمكاسب شخصيه، واضح ما ندسوش. طيب نقدر نمشي، خليني معك. طيب خليني معك، خايف ان نفقد الاتصال بيك ولا حاجه. سيد ابراهيم، بقديش تبيع توا 50% يقولوا من المحروقات تمشي للكهرباء، صحيح؟ الكهرباء طبعا هي الديزل اكثر شيء، طبعا احنا طبعا احتياجاتها تكون محدده مسبقا من السنه الماليه، معروفه كم يبي الكهرباء، فممكن نقول من 29-35% هذه احتياجات الكهرباء. هذا من الديزل، لكن في غاز نبيعوا فيه حتى هو، وفي مطلعوا فيه من ليبيا، لكن هذا سعر عنده سعر عالمي ولا لا يا دكتور يا سيد ابراهيم؟ بالنسبه لاحنا الغاز اللي نبيع، بالنسبه للديزل اللي نبيعوا فيه بالسعر المدعوم للكهرباء ونبيعوا فيه مش 11 قرش ونص ولا نعم 11 قرش ونص اي بالضبط 11 قرش ونص. طيب سؤال اخر ثاني سيد ابراهيم، موضوع شركات الطيران العامه والخاصه، هل ما زال عندكم ديون؟ انا سيد عماد بالكوره تكرر مره قال لي قريب 450 مليون دينار ليبي، وهذا مدعوم، معناه اغلى من القيمه هذه بتكون 700-800 مليون دولار، هل ما زالت قاعده الديون هذه ولا صفوها؟ والله تو الديون فيه محلي اللي هو موجود من خلال شركه التوزيع، وهذه طبعا سبقتها الفتره اللي قبل 2015، ايام من بعد 2011 تشكلت هذه الديون نتيجه الظروف السياسيه اللي اعطت ربما الحق لبعض الشركات التوزيع ان يعني هي تتزود بالاجل. طبعا بعض شركات التوزيع يعني بالاجل يعني المفروض كانت قيمه معينه تردها لجبايه الدوله الليبيه اللي هي تمثل حوالي 7 قروش من 15 قرش. فهذه تلك الشركات في ذلك الوقت توسعت بها على حساب شركه البريغ وعلى حساب الدوله واخذت بها ربما وصول وتوسعت بها، فاصبح الدين مترتب عليها. ديون موجوده على شركات التوزيع، مؤخرا بعد فتح صفحات جديده مع شركات التوزيع اللي تعتبر اجسام قانونيه بسجلات تجاريه صحيحه، جدولنا هذه الديون معاها، وجزء منها كبير حقيقه يعني ممكن ما هوش سر لما نقول الراحله في المنطقه الغربيه سددت جميع ديونها،
وقعنا اتفاقيات مع كل من الطرق السريعه وليبيا نفط والراح واسمه الشراره. الشراره مرت حتى بمشاكل نتيجه تدخلت احكام قضائيه وقسمتها الى شركتين ولا ثلاثه وحرس قضائي وغيرهم. ففي بعض الديون اللي هي موجوده صحيح عليهم، لكن احنا قاعدين بقدر الامكان نتحصل على هذه الديون خلال اتفاقيات، ونجحنا مؤخرا في توقيع اكثر من اتفاق مع بعض الشركات. طيب ممتاز. سيد ابراهيم، اذا كان تقول لي سبب المشكله هي خزانات، الخزانات تحتاج وقت عشان اما تترمم واما تنبنى من اول وجديد. شفنا وحدات خزانات منقوبين برصاص، شفنا بي ار بي جي، ما نعرفش امكانيه تصليحهم هذا كم يكون معقد، ومش خزان بتاع ميه، خزان يبي مواصفات معينه وما الى ذلك. امتى توعد المواطنين ان ممكن يصير حل؟ انت قاعد تقول ان كل ما نحاول نجون نبنوا، كل ما نجون نحاول نديروا حاجه تطلع لنا فعلا حرب جديده، وفي نفس الاماكن منطقه طريق المطار اللي عندكم الخزانات فيها مسكينه، منطقه اول جنوب طرابلس ديما اول الضرب ياكله هو. ف بشن توعد المواطنين اللي قاعدين واقفين؟ ولا هل الموضوع خارج نطاق سيطرتكم؟ ولا تطمنهم بشيء معين؟ ولا كيف بالضبط سيد؟ نطمنوك ونطمن المشاهدين. طبعا احنا بدينا ان شاء الله كسخر ربي في بعد شهر 5 كانت اولوياتنا استرجاع خزانات الغاز، ورجعنا خزانين لتمثل حوالي 2,800,000 لتر من الغاز السائل. هذا باش نعطوا استيوانات للمواطنين وما نوقفوش حال المواطن، وهي طبعا 2 من 6 يعني، وهذه تمثل بالايام حوالي 6 ايام او 7 ايام كفايه، وتمثل حوالي 6% من اجمالي القيمه من الطاقه الاستيعابيه المفقوده. طبعا بعدها مشينا للتسهيلات، ردينا خطوط الانابيب وخطوط الغاز للمنصات، ردينا محطات الكهرباء وردينا محطات الاطفاء، تو توجهنا للخزانات. من 12 خزان ان شاء الله كسخر ربي استطعنا تحديد ممكن 3 ان نقدروا نصينوهم بالمجهود الذاتي بعد ان عيتنا الحيل. زي ما عرفت الاستاذ احمد الحرب بتجفل الباهي وتجفل الخايب. صح. جميع الشركات طلعت وكان فيه صعوبه في عمليه انك انت تجري تعاقد، وعارف انت طول الاجراءات التعاقديه والمشاكل اللي تصاحبها وفتح خطابات الاعتماد وغيرها. فاحنا قلنا ربما بدل ما نستنى ونخليها عن طريق مشروع، مشينا للتقارير الفنيه ولقينا ان بالامكان ربما نصين، فممكن في 1/4 او الاسبوع الاول من شهر 4 الحي ان شاء الله حنرد اول خزان بسعه 25 مليون لتر، ثم يليه الخزان الثاني في شهر 5 واخر خزان في شهر 7، وهذا حيعطينا حوالي 75 مليون يعني طاقه تخزينيه اللي هي تمثل حوالي 15 يوم ساعات او كفايه بالايام. اخر ان شاء الله. اخر سؤال قبل ما نمشي لحد ضيف اخر سيد ابراهيم، نتمنى انك انت يكون عندك الوقت تقعد معنا اثناء الحلقه، ممكن يكون عندنا اسئله اخرى. انا حاولت نضغط كل الاسئله ونعطيها لك بسرعه، ما شاء الله عليك رديت بكل صراحه وما كانش عندي اي ترتيب معك قبل ولا تعرف الاسئله. لكن قيمه المحروقات بشكل عام اللي تاخذ فيها البريقة ومن ثم توزعها سواء الكهرباء سواء البنزين سواء الطيارات وكذا، كم مليار دولار مش دينار؟ بالنسبة للترتيبات المالية يعني كتحديد رقم صحيح ما نقدرش نقوله، لأن هذا الترتيب يتم بين المؤسسة الوطنية للنفط. العام اللي فات سيد إبراهيم، العام اللي فات إيه؟ العام اللي فات والله ممكن يتكلموا طبعا بعد قبل شهر الصرف كان حوالي ممكن 4 مليار. هذا 4 مليار اللي تستوردوا فيه من برا، لكن اللي يطلع الغاز من 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 ليبيا هل تسعروا فيه ولا تحسبوا فيه كانه بالبلاش جاي ولا كيف؟ لا، اللي يطلع الغاز طبعا اللي كان للتصدير الخارجي باع بالاسعار العالميه. احنا طبعا الغاز طبعا كشركه بريقه ما عندناش فيه طرف، لان الغاز يمثل شركات اخرى انتاجيه عندها تواصل مباشر مع شركه الكهرباء وهي تمد فيها. اوكي فهمتك، معناها انت تتكلم 4 مليار هذا من 4 مليار دولار هذا من غير الغاز. بغير الغاز، هذه محروقات فقط اللي هي تعطي تمثل الديزل والكيروسين والغازولين. واحنا تقريبا 60-70% من 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 المحطات الكهربائيه، محطات الكهرباء تاخذ تشتغل بالغاز 60-70% ولا لا سيد ابراهيم؟ مضبوط، هي فيه البخاريه وفيه الغازيه وتشتغل يعني بالديزل، وتشتغل في يعني في تشتغل بثنائي الوقود، تشتغل بالديزل وتشتغل بالغاز. طبعا الفتره الاخيره لما صارت فيه اشكاليه وارتفاع منسوب الخزانات وتوقف عمليه الامداد تاع الغاز، اصبح فيه تكالب واصبح فيه طلب كبير على الغاز، خاصه فتره الحرب نحكي عليها يعني ايام كان النفط متوقف، فبالتالي كان سحب كبير واستنزاف كبير للديزل، وهذا ادى ضغط على المؤسسه ان هي تستورد كميات اكبر لأن المصافي كانت موقوفة. طبعا المحطات الكهرباء تستهلك 20% السعر كسعر تسعيرة، الغاز أرخص ب 80% من الديزل ولا لا سيد إبراهيم؟ هو طبعا حتى بالإضافة إلى أقل سعر يعتبر طاقة نظيفة بالنسبة للغاز. طاقة نظيفة صح، مش زي
اشكرك والله، ان شاء الله ربي يوفقك سيد ابراهيم. انت في مهمه فعلا صعبه، ما نقدرش نلوم على البريقه لا في تسعيره البنزينه ولا في حرق الاسيتس نتاعنا زي ما حكيت السيارات. والله بارك الله، بس في حاجه واحده ممكن يعني نشير لها الحقيقه تو اخيرا، يعني بعد مراسلات عديده للمجلس الرئاسي الاول بعد تشكيل الحكومه الوطنيه، لاحظنا او لمسنا من خلال حتى اجتماع ربما كان قصير تركيزهم، ووعدونا هذه الحكومة الجديدة أن ربما تعطينا بعض الدعم في استرجاع الطاقة التخزينية لشركة البريقة. من الصعب للبريقة أو للمؤسسة أن هي تسترجع الطاقة التخزينية بدون دعم. يعني أستاذ أحمد، أنا يعني عندي جعل، والجعل هذا المفروض موجه لطاقة تشغيلية أو موجه لمصاريف تشغيلية اللي هي تمثل 50-60% مرتبات. فمن الصعب أننا نستقطع مرتبات العاملين لشركة البريقة باش نبني بهم خزانات، ما يعني شيء يعني لا يدخل العقل. خليني نفهم الناس شو اللي قلته بالضبط. قال الراجل انا عندي 10 دينار تعطوني فيها في مرتبات، وانا نبي نصلح ب 10 دينار، تبين نوقف على الموظفين باش نبني الخزانات ولا كيف بندير؟ الراجل يبي فلوس. اللي تم تهديمه هذو ال 500 مليون دولار هذو مش حيجوه من السماء. يطالب في من يطالب انت؟ تطالب في المؤسسه ولا مني باش يعطيك فلوس؟ هي المؤسسه نفسها تو. لكن اعطيكم 7 مليار، اعطيكم 7 مليار، هل من ضمنها هذه الخزانات ولا لا؟ والله يعني انا ما قدرتش نصنفها هي من 7 ولا لا. انا لما بنقول احنا عمليين شويه، وهذه مس يعني خدماتنا تمس رجل الشارع العادي. طب بالنسبه للشركات الانتاجيه، والله يتوقف النفط ربما بان النتائج بعد سنه صح. لكن احنا كمحروقات توقف اليوم تتاثر اليوم صح. ف يعني القيمه اللي بنطلبوها اللي هي يساعدونا في عمليه التعويض، وان شاء الله نحصل شركات ترجع تو اللي كانت صارت في نوع من الاستقرار، ونتحصل على هذه الشركات لتنفيذ المشاريع اللي احنا ما نقدرش ننفذها بالمجهود الذاتي. المشاريع اللي نقدر ننفذها بالمجهود الذاتي لن نبخل جهد فيها. يعني جندنا الشيبين والشباب ويشتغلوا برغم القله العدديه اللي موجود من الزاويه ومن طرابلس ومن كذا، بحيث نردوا الخزانات اللي نقدروها. لكن الخزانات الاخرى نحتاج فيها الى تمويل، وان شاء الله السيد رئيس الحكومه وعدنا اجتماع مع السيد رئيس المؤسسه، وربما حتى اجتمعت معه هنا في فتره بسيطه جدا، فكان التوجه اللي احنا فهمناه ان شاء الله حيدعمونا في استعاده هذه القدرات التخزينيه باسرع وقت ممكن. واذا كان مشكله التمويل فقط كاموال، وعدين احنا حيعطونا ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر سيد ابراهيم بوبرد، رئيس لجنه اداره شركه البريقه، شكرا جزيلا لك، اوضحت كثير من الامور. ربي ان شاء الله يوفقكم وتقدروا تصلحوا اللي فسدوه الله غالب المتحاربين. اشكرك جزيل الشكر. خلينا ناخذ فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع من جديد. اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. الشباب قاعدين يكتبوا لي الجنوب 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 الجنوب. انتم الجنوب اقعدوا قاعدين ساكتين، ما مش معتبرينكم ليبيين. راهو موضوع الدعم لا يعنيكم، مرفوع الدعم عليه لي 5 سنين عن اهلنا في الجنوب، ونبوا الجنوب يهدى او نبوا ليبيا تهدى. للاسف والله ماني عارف شو بنقول يعني، وراني مش من الجنوب. خلينا ناخذ السيد محمد احمد. سيد محمد احمد اهلا وسهلا بك، وشكرا جزيلا دكتور على قبولك دعوتنا اليوم. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا، رحب بك ورحب كل المشاهدين. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا دكتور. دكتور محمد احمد، الناس كثير من الناس تعتقد ان المحروقات بنزينه وخلاص، هل هذا صحيح؟ يعني صنفنا وين تمشي المحروقات وشين يتم الدعم بها؟ طبعا المحروقات مش بنزين بس، المحروقات يعني سلسلة طويلة من الهيدروكربونز اللي تم. لا لا لا، بشكل أبسط دكتور، بشكل أبسط يعني مثلا الكهرباء. يعني أول شيء عندك يعني عندك الغاز الطبيعي، هذا أخف شيء. الغاز الطبيعي هذا يتم استخدامه في صناعة البتروكيماويات، أو يتم استخدامه في صناعة توليد الكهرباء، أو حتى يتم استخدامه حتى في المواصلات في بعض الحالات. يعني مواصلات في ليبيا يتم استخدامه؟
لا مش في ليبيا. لا 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 انا نحكي على ليبيا دكتور، وين يمشوا 3 مليار هذول؟ في ليبيا في ليبيا معظم الغاز يستعمل يا اما في صناعه البتروكيماويات في مرسى البريقه، او يستعمل في توليد الكهرباء. نعم. محطات توليد الكهرباء يعني عبر الخط الساحلي. وفي عندنا البنزين، وفي عندنا عندنا الغاز المسال، غاز البترول المسال، هو مش غاز طبيعي، مسال في غاز البترول المسال هذا نستخدمه فيه في الاسطوانات بتاع الطهي. اسطوانات الطهي اللي هي تكون في البيت، هذه من غاز البترول المسال، هذه تطلع من المصافي. وعندك النفطة، وعندك وعندك النفطة، وعندك أيضا النفطة ما تستعملش في كمحروق، النفطة تستعمل ك يعني مغذي لصناعات البتروكيماويات في رأس العنون. المحروق الثاني هو الكيروسين اللي هو نستخدمه في الطيران أو في التدفئة، في يعني جزء بسيط التدفئة، أو حتى ممكن يستخدم في المخابز في الحرق. صحيح. في يعني المخابز هذه يستخدمون فيه. بعدين عندك البنزين، بنزين السيارات، وبعدين عندك الديزل، وبعدين عندك الوقود الثقيل. ذكرت الوقود الثقيل يستخدم حتى هو في الصناعات او في توليد الكهرباء. ذكرت دكتور محمد احمد في واحده من المقابلات معي، ذكرت حرفيا الذكر فيها ان في تقرير من الورد بانك حكي ان 50% من استهلاك المحروقات يمشي للكهرباء. بالنسبة للكهرباء، نعم الكهرباء زي ما قلت لك غاز طبيعي، هذا أكثر شيء فيه بالنسبة في ليبيا، غاز طبيعي أكثر شيء. وبالنسبة للديزل معظمه يمشي للكهرباء، تقريبا يعني جزء بسيط يمشي للمواصلات. مزبوط. معناه احنا نتكلم، اذا كان يتكلم السيد ابراهيم قبل شويه على 4 مليار، احنا مش حاسبين الغاز الطبيعي. عندنا مشكله دكتور ان الحاجه نطلعوا فيها من باطن الارض عندنا ونستهلكوها محليا، ما نديروهاش في راس مال، يعني كأن لقيناها يعني بو بلاش كتر منا. هذا كلام خاطئ اقتصاديا ولا لا يا دكتور؟ نوعا ما، لكن حتى انت يجب انك تعترف بان الغاز الطبيعي يتم حرقه بكميات كبيره في الصحراء، يتم ويلوث مناطق كبيره. انت اذا كان يعني تلم او يقدر الغاز الطبيعي تستخدمه مثلا في توليد الكهرباء كذا، حتى لو استخدمته حتى بسعر بسيط يعني افضل من حرقه، افضل من حرقه. طيب يعني بعجاله، هل الكلام صحيح ولا لا؟ المحطات متاع النفط يقولوا ان هي سهله بسيطه قليلة التكلفة، لكن موضوع الغاز، محطات الغاز هذه أو حقول الغاز، يقولوا أنها مكلفة وتأخذ وقت طويل هلبة، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعاً. دكتور محمد، طبعا الغاز يعني هو موضوع إيش؟ موضوع السيفتي. في السيفتي يعني اللي هو السلامة يعني. الغاز فأنت مثلا الغاز اللي هو مثلا البترول تسرب منه شوية مش هيكتل يعني، لكن الغاز ممكن يسبب كوارث. الغاز لو انك تسرب منه شويه ممكن ينفجر، ممكن يقتل الناس بالتسمم، تصير حاجات كبيره. فلذلك الغاز يعني عمليات النقل بتاعه عمليات مكلفه جدا، ولابد انت لما توصل الغاز من مكان الى مكان لابد يكون عندك خط رجعه يعني. لذلك انت مثلا لما تبني مثلا خط غاز، ما تبنيش خط غاز ماشي بس، بعدين لازم تبني خط غاز ماشي وترجع مرة ثانية. إذا كان مثلا في منطقة ما صارش فيها حرق، ما لازم يرجع من جديد للمنطقة الثانية. ولذلك خطوط الأنابيب بتاع الغاز مكلفة جدا، مكلفة جدا. كل الصناعة بتاع الغاز أكثر تكلفة وتأخذ وقت طويل أكثر، لهذا قاعدين تشوفوا. ولكن بعد ما تبنيها حتكون توفر مردودية عالية جدا، توفير عالي جدا، زي ما صاير في قطر، خدت وقت طويل جدا باش بنت أسطولها بتاع الغاز. في أوروبا يعني في أوروبا الطاقة ما نزلش يعني أسعار الطاقة، تصور إن ما فيش غاز في أوروبا، راه مثلا ممكن سعر البرميل الآن يوصل حتى 1000 دولار. صحيح صحيح دكتور، مزبوط صحيح. طيب ابقى معي دكتور محمد، اشكرك جزيل الشكر. خلينا نمشي للسيد علي الصلح. سيد علي الصلح مرحبتين، رئيس فريق الدعم بمصلحه الجمارك، اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لقبولك دعوتي اليوم.
ما نسمعش فيك دكتور، ممكن دار ميوت. افتح المايك بس. حاضر. ايوه شكرا. العفو يا استاذ احمد. العفو، شكرا ليك وشكرا للضيوف، شكرا للاستاذ محمد وشكرا للاستاذ محمد احمد ايضا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك سيد 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 دكتور علي الصلاح. يعني نعم. الجنوب الجنوب الجنوب، في واحد كتب لي مليون مرة كلمة الجنوب، هالمنطقة اللي قاعدة عافسين على النفط وقاعدين يشوفوا في خوتهم اللي في الشرق والغرب يشروا في البنزينة ب15 قرش وهم يشروا فيه ب3 دينار و4 دينار، هل هذه يعني ماذا ننتظر من أهل الجنوب من جانب اقتصادي ومن جانب حتى اجتماعي؟ يعني أليس الاحتراب اللي صاير من في الجنوب ليس بسبب قبائل ولا بسبب ناس الجنوب طيبين جدا، لكن بسبب ممرات التهريب اللي يمتهن فيها كل أبناء أغلب القبائل، في منهم عندهم ناس يمتهنوا في هذه المهنة، أبناء الجنوب ما عندهمش مشاكل بين بعضهم. أنا اللي بنسأله، هل مشكلة تهريب البنزينة مشكلة أمنية ولا مشكلة اقتصادية؟ تنحل بأننا ننزل 20,000 جندي في الجنوب ولا تنحل بتوقيعة واحدة دكتور علي؟ نعم نعم. هو خلينا في البداية نتفقوا أن مورد النفط مورد ملك للدولة الليبية، أي للشعب الليبي. يعني من المفروض أن اللي متحكم فيه الدولة أكثر من الحكومات. صحيح. الجانب الثاني أن الشيء هذا اللي بنتفقوا عليه اللي هو الجنوب الليبي، الجنوب الليبي زي ما نحن عارفين هو زي ما تقول بوابة لخروج السلع والخدمات في السابق، وأيضا بوابة لهروب السلع البنزينة والمحروقات من الجنوب. حتى أشار ديوان المحاسبة في السابق أن 30% إلى 35% حوالي من سلعة البنزين مهربة خارج ليبيا ومركزة أيضا في الجنوب الليبي بسبب الفرق في السعر. إذن نقدر نقول توا النتيجة العامة عندي أن المشكلة هذه لها جانبين، الجانب الأول الجانب الاقتصادي والجانب الثاني اللي هو جانب يتعلق بالأمن في مناطق مختلفة من الجنوب وانتشار السلاح وانتشار أيضا المجموعات اللي من فترة. على فكرة أستاذ أحمد، أنا جلست مع بعض الشخصيات قالوا لي الموضوع هذا حاولنا نعالجوه في 2008 و2009 ولكن للأسف هذه زي ما تقول مافيا موجودة يعني لها فترة في ليبيا ووظيفتها بيع البنزين والكسب من خلال البنزين. طيب كيف نقدر نحاربهم؟ كيف تقول لي مشكلة أمنية؟ ما حد يقدر يحاربهم هذوما. يعني المشكلة أقوى من الدولة، هم الدولة غادي اللي يمتهن تهريب الوقود. خلينا نتكلموا عاد بجديات، كل من يحمل السلاح اليوم راهو عنده شرعية، يطلع لك بطاقة يا دفاع يا شرطة يا جيش كلهم، ما فيش واحد راهو شاد سلاح ويلف وخلاص. هذا كيف نقدر نديروا لهم إذا كان هو اللي مفروض يحمي هو اللي قاعد يهرب؟ صح. المعالجة الاقتصادية طبعا حتى لو رفعت الدعم بالكامل هناك فرق في السعر، هذه عشان يقبع عندك الألم، يعني في فرق في السعر يقبع حتى هو ناتوى. خلينا نعطيك مثال بسيط، حنعطيك مثال بسيط. البنزينة لو كان حطت بزوز دينار ونص هذا سعرها العالمي، باهي زوز دينار ونص معناها جنيه وربع في تونس، جنيه وربع في تونس، باهي معناها ما زالت تتهرب البنزينة لتونس، صح ولا لا؟ ما زالت تهرب. ممتاز. وين المشكلة إذن؟ أيوة. لا 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 ما صارتش مشكلة، ما فيش مشكلة، اللي بيهرب يتوكل على الله خليه يهرب. انا كدوله ما خسرتش حتى حاجه، كدوله ليبيه اسمها تجاره. انا نحلف لك ان التوانسه انا قاعد عندهم توا حيديروا لك سطر من الناس هذوما، هم اللي بيبدوا يحاربوا التهريب. انت ما عادش تخدم محارب التهريب، خليه اللي بياخذ ياخذ، لان هذه النسبه اللي زايده فوق السعر البنزينه التونسيه تاخذ فيها ضريبه الدوله التونسيه دكتور علي، ولا لا؟ صح صح مزبوط. معناها يا دكتور المشكلة، حل المشكلة في خطة قلم، في توقيعة، مش في جنود ولا في أمن. لا لا فعلا فعلا، لكن مهما كان راهو يا أستاذ أحمد
نحن نبغى نحكوا على جانبين، الجانب ان نحن نغطوا من الانتاج او الاحتياج المحلي حوالي 30% والاستيراد بتاعي حوالي 70% من البنزين، يعني اصبحت المشكله ومعالجه المشكله ما زالت قائمه، يعني حتى لو كان بنعالج لكن نحن نبغى نعالج القوه الشرائيه عند الرفع. القوه الشرائيه بعد الرفع من المتوقع انها حتنخفض الى 85%، يعني انا بعد ما نبي نعالجها مش نعالجها نقدا فقط، نبي نعالجها من خلال النقد ومن خلال سعر الصرف ومن خلال المحافظه على الاستقرار العام في الاسعار والدفع المستمر بعلاوات الاسر، لاني انا ما نقدرش نسيبهم بهذا الشكل. لكن انا في نقطه مهمه انا نبي نوضحها، كان من المفروض من اولويات الحكومه انها توفر السيوله تعدل بعض المشاكل الأخرى، لأن البدء من هذا المشروع في هذا الوقت أنا في اعتقادي هو فيه نوع من المخاطرة، لأن زي ما تقول الناس فعلا خارجين من الانقسام السياسي، خارجين من مشاكل عديدة في الاقتصاد الليبي منها أزمة البنزين والكهرباء. حضرتك أنا أكلم فيك توا الكهرباء مقطوع ومعلن عنه المفروض 4 ساعات، ما زالوا يوزعوا في أحمال، فإذا وين المشكلة أصلا؟ عالج المشاكل اللي تمس حياة المواطن الأول اليومية ثم الانتقال حتى لرفع الدعم. لكن أنا ما عنديش مشكلة في رفع الدعم، لكن لابد أن يكون عند سعر عادل وتوازني بحيث أنه يحقق الهدف المنشود منه، لأننا الأهم شيء من مؤشرات الاقتصاد أن نحافظ على القوة الشرائية اللي هو الارتفاع العام في الأسعار، لأن لو ارتفاع بحدود غير متوقعة، لأن السلعة فيها 25% نقرة، السلعة نفسها سعر السلعة، ما بالك الجنوب؟ زي ما حضرتك قلت الجنوب توا من يعني متوقعين إنه في زيادة. كيف لكن السلعة كيف السلعة 25% من ثمنها نقل سيد علي؟ سعرها نقل، يعني زي ما نقوله السلع اللي تبي تجي للجنوب مثلا اليوم لو شال ب 1000 حيشيل بكره ب 1250 لو شال النقل. من وين جت الدراسه هذه سيد مثلاً علي؟ مثلا خمس نعم نعم مثلا مش حقيقي. لا 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 انا قصدي الرقم اللي تشوف فيه حضرتك من المتوقع يعني، لكن انا قصدي على التكاليف الخاصة بالنقل. التكاليف الخاصة بالنقل راهو كانت غيرت سعر البنزينة لا تذكر راهو، يعني حسبناها مرة في شيشة الزيت بتجي بخمسة قروش في مش عارف ايش، يعني ما يش الا لو كان رفع خزانات المية حط 3 وحدات على شاحنة كبيرة هذيك ممكن. لا لا في فرق استاذ احمد هالوقت، انا بعد ما نحكي على 25 لان نحن من نستهدفه اصلا؟ من نستهدفه في المستهلك والمنتج والتاجر، صح ولا لا؟ ما نا مع الرفع تونا اللي نحكي معاك مع الرفع، لكن لابد من اسلوب للرفع بحيث اني نحافظ على المستويات العامه للاسعار. هل يعني حافظنا هل غرقيقة بس دقيقة، هل الجنوب هذول ليبيين ولا مش ليبيين يا دكتور؟ ليش ما قلناش خلينا نشوفوا شنو احوالهم، شنو خلينا نشوفوا حتى هم متملحين اكثر من الشمال والجنوب، الشمال والشرق والغرب، راهو لا سيوله عندهم ولا نفط عندهم ولا حمايه امنيه عندهم ولا شيء، راهو بيضيع منا احنا الجنوب. استاذ احمد بنوضح لك شيء مهم، راهو نحن لو نتكلموا عند الاسعار المختلفه راهو الدراسه اللي زمان صارت عند سعر صرف دينار و44، اليوم نتكلم على 4.48. ركز معي على النقطه هذه، مركز يعني أنا لكن سواء كان بدينار و40 ولا 44 الجنوب الليبي راهو نقول لك حاجه، الجنوب بثلاثة دينار اغلى من السعر العالمي، توا اغلى من السعر العالمي الجنوب عنده، اغلى من السعر العالمي، يعني لا شفنا الاسعار معاهم، لا شفناهم كيف عايشين، لا معدلين عليهم. أنا والله خايف ابقى معي دكتور علي الصلح، خليني نمشي للسيد محمد الصافي. سيد محمد الصافي أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لقبولك دعوتي حتى اليوم، كترناها عليك احنا. افتح المايك
مسكر المايك. اهلا وسهلا استاذ احمد وبالمشاهدين والضيوف الكرام كلهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وسهل. نعيما يا محمد. يا محمد، هل تختلف مع السيد علي الصلح في كلامه ولا لا؟ باختصار وبحزم، هل مشكلة الدعم اقتصادية تتوقع بورقة وبيرو ولا أمنية؟ مشكلة سامحني تهريب الوقود. التهريب استاذ احمد، التهريب خلينا نتفق على شيء، التهريب يحدث لما يكون في فارق في الأسعار. هذا مهما كان انت عندك من قوة أمنية شديدة جدا حيتهرب زي امريكا مثلا، أمريكا أي مكان ما يعني أنت تقدر تصرف ملايين الدولارات بش تأمن مثلا تمنع التهريب أو شيء. بس نحن صحراءنا كلنا نعرفوها، صحراء شاسعة، صحراء كبيرة جدا، فالفرق في الأسعار هذا بكل تأكيد يؤدي إلى التهريب، هذا لا شك فيه. معناها مشكلة تهريب، مشكلة شو اسمها، مشكلة اقتصادية تنحل بورقة، فارق أسعار. معناها أنا حتى لو كان، أنا والله ماني عارف الناس اللي قاعدة تقول في الكلام هذا أنت أن تحل مشكلة التهريب بالأمن، هم ما قدروش قداش أنت تبي تكلفة حماية الحدود هي، كان أنت تبي تسكرها مزبوط حتدفع مليارات ممكن أكثر من الدعم عشان تصرف على الجنود هذا ما يكونوا موجودين في مناطق الحدودية سواء بحرية ولا حدود في الصحراء. طيب، معناها أنت تتفق معي وتختلف مع ربما اختلاف جزئي مع السيد علي الصلح بأن لا علاقة. أنا مش متأكد أن الدكتور علي يعني كان ضد فروقات الأسعار يؤدن إلى. أفتحني صوت الدكتور علي الصلح خلينا نسمع. أيوة معك. تفضل دكتور علي. يا أستاذ أحمد، اللي بنوضح أنا بعد ما حكيت على القوة الشرائية، أنا مش ضد الدعم، بالعكس أنا بعد ما قلت نرفع الدعم كنا عند دينار ونص، اليوم قاعدين عند 4.48. أنا قاعد نقول إن السعر المستهدف عند مصرف ليبيا المركزي 3 دينار، نرفع عند 3 دينار ونخفض من الإنتاج المحلي اللي هو 30%. نرفع عند السعر التوازني باش نحقق التوازن، كل شيء بالأرقام. راهو عند 4.48 حيقعد مازال في فائض عند المهرب. عند 3 دينار بينك وبين تونس بس 77 قرش. عند خليه يهرب، وين المشكلة دكتور الصلح؟ لو كان يبي يهرب وأنا مش خاص يعني، هو أنا بعت له بزوز دينار ورجع لي زوز دينار، ولا زوز دينار ونص ورجع لي زوز دينار ونص. أنت عارف توا 12 مليار دكتور علي متاع الدعم المحروقات، هما تعرف لوزارة المالية قديش يخش لهم؟ فرج دكتور فرج بومطاري العام اللي فات قال خشوا من اللي هو كان بالدولار وقتها 3.5 مليار دولار، خشوا لي منهم 220 مليون دينار، وهذا نفس المبلغ اللي حيخش ربما تو من 12 مليار دينار بيخش 700 500 300 400 مليون، هدر كبير جدا 30% من المفاجأة هنا للمواطن. لابد المواطن انه يعرف ان الدعم هذا ماهوش خاص كله للمواطن، يعني المبلغ اللي يشوف فيه هذا اغلبيته دعم للحكومة مش للمواطن. يعني عبارة عن دعم للكهرباء ودعم للشرطة ودعم الغيرة ودعم لكن هو الدعم اللي متحصل عليه ما يجيش حتى 25% من مبلغ. خلي الشرطة تشري البنزينة، ما هذه هي. أنا متأكد أن الجيش والشرطة يهربوا حتى هم 100%. خليني أقول لكم حاجة. أنا اليوم درت استبيان، هل توافق على 1 استبدال الدعم، صوتولي أو إبقاء الوضع كما هو عليه، أو إلغاء الدعم؟ استبدال الدعم 3,700 واحد يبي استبدال الدعم، 2,600 واحد يبي الوضع كما هو عليه، إلغاء الدعم 226 شخص يبي يلغي الدعم. يا سيد محمد الصافي، كيف تشوف هالأرقام هي؟ ليش في مازال 2,600 شخص مازال يبقوا الوضع كما هو عليه؟ ليش؟ السبب الظروف الحالية يا سيد أحمد، أي استبيان تأخذه لازم تقيسه بالظروف الحالية. نعطيك استبيان اندار في 2013، استبيان دارته وزارة الاقتصاد في 2013 وحللته جامعة طرابلس ل 931 شخص من 25 مدينة، 70% كانوا معرفة الدعم، لأن الوقت هذاك كان اقتصادي كويس والأمور تمام. توا المواطن يشعر بحاجتين، رقم 1 عدم الثقة في أي حكومة. هذا اللي كنت مسألك عليه، صحيح عدم الثقة في أي حكومة تنفذ وجودها، رقم 1. رقم 2 الوضع الاقتصادي
التاليبية في الوقت الحالي كيف ما كنا كلنا متفقين عليه وضع صعب. ففي العادة اسمع نحن خلينا نتفق على شيء استاذ احمد، نتفق ان الامر هذا في له شقين مش شق واحد. الشق الاول هل الدعم صح او خطا اقتصاديا وامنيا وسياسيا. الشق الثاني اذا كان خطا ما هي الطريقه الامثل لرفع. تمام، بالنسبه للشق الاول استاذ احمد انا نقدر نجادل اي شخص لمده اسابيع ونثبت له ان الدعم امر خاطئ، سياسه خاطئه سياسيا اقتصاديا وامنيا. تمام، الشق الثاني هو اللي فيه عده اراء وهو اللي مفروض نحن نتحدث فيه. ما هي الطريقة المثلى لرفع الدعم؟ نحن نجربه من 2005، من 2005 السلاح نجرب قلنا نرفع الدعم ورفعنا شوية على الأكل وعلى البنزينة، بعض المواد الغذائية وعلى البنزينة. وعدتنا الحكومة في 2006 وعدتنا بأربعة دينار للشخص كل شهر ولم تفي بوعودها. توا الحكومة وعدتنا بعلاوة الأسر ولعن صبح اليوم من 2013 ولم تفي بوعودها، وعدتنا بتخفيض سعر الصرف المركزي ولم يفي بعوده وإن شاء الله يديرا. فلا بد للحكومة من وجهة نظرية قبل أي خطوة أن ترجع الثقة لدى الناس، ترجع لهم الثقة عن طريق تنفيذ. رقم واحد كنت بيرفع الدعم بسرعة أعطي علاوة الأسر، بسرعة نقص سعر الصرف، الناس حيقولوا أوكي هذو ما يشتغلوا لصالحنا ونبدو نحن نقصوا من أعطيهم قبل ما تأخذ منهم لأن أنتم كذبين. هيك بيقول المواطن، هيك بيقول أعطيهم قبل ما تأخذ منهم. ثقة أحسن دكتور محمد أحسن. الأمر مشكلة ثقة بحتة. بس هل الدعم صح ولا خطأ؟ أنا مستعد على شاشتك هذه نقعد لعند مدة شهر ونقول إن الدعم هذا خاطئ. بس الطريقة المثلى هي اللي نتناقش فيها. طيب خلينا نمشي الدكتور محمد أحمد. دكتور محمد هل تتفق مع كلام السيد محمد الصافي ولا لا؟ طبعا شوف بالنسبة لأي واحد اقتصادي أنت حتسأله حيقول لك أن موضوع الدعم هو إجراء مؤقت يجب أن يتخذ لحل مشاكل معينة في هيكلية الاقتصاد، يجب أن يتم يعني التخفيف منه وانت ماشي يعني للأمام، وانت ماشي للأمام في الاقتصاد يجب أنك أنت تخفف من الدعم لين توصل إلى توازن الكامل ما بين العرض والطلب ويبدأ سعر عندك سعر توازن. المشكلة احنا هنا طبعا عملية انك انت انا طبعا كنت في لجنة زمان شكلت في الأوبك مع صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي وناقشنا الموضوع هذا كثير باستمرار في عدة أماكن وعدة مدن وكذا، وكنا نتكلم على موضوع الكاش ترانسفير اللي هو تحويل النقد، وكان في تجربة هامة اللي هي في الهند. أنا أقول لك يعني التجربة بتاعت الهند أنا كنت هذا في اللجنة هذه في سنة 2010 وما زال لعنده وقاعد نقرأ عليها التجربة قاعدة مستمرة كيف عملية التحويل النقود أو تحويل التحويل النقدي في مقابل دعم في موضوع هو الغذاء، موضوع الأرز في الهند طبعاً اللي عندهم موضوع باش يعني يعطوا للأسر المحتاجة بديل نقدي للدعم اللي توفر فيه الدولة. العند توا الهند قاعدة دايخة في الموضوع هذا، في ناس معه وفي ناس ضد 10 سنوات. ولذلك أنا الموضوع يعني موضوع أنك أنت ترفع الدعم فجأة أو ترفع الدعم في وقت واحد أنا لا أتفق معه تماماً. عادة السعر يتحدد، يعني إذا كنت بنتكلم على موضوع سعر البنزين مثلاً، سعر البنزين تحدى بعدة أشياء، تحدى بمرونة السعر، تحدى بمرونة الدخل، ويجب أن أي لجنة أو أي دراسة يجب أن هي تأخذ هذا في الاعتبار. طيب. تأخذ مرونة السعر، مرونة سعر البنزين المحلي ومرونة الدخل المحلي وتاجل وتعمل طيب. تعمل تخطيط لما طيب. أنت تجي تقول لي مواطن أنك أنت حياخذ الآن، يعني إذا كنت بترفع دعم أو تلغي الدعم
حيدفع 4000 دينار يعني 4000 دينار من دخله السنوي 4000 دينار. طيب يعني الموضوع ربما معقد في الهند دكتور، يعني ربع البشريه موجوده غادي، مختلف الموضوع تماما. لكن لا 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 الموضوع معقد اقتصاديا يا اقتصاد. نعم نعم لا لا لكن المعادله الليبيه ابسط بكثير ربما. كل ما يزيد عدد السكان، كل ما يزيد عدد السكان كل ما يكون الحلول الاقتصاديه اسهل يعني. كل ما يكون اوكي معلومه. طيب اوكي، شكرا دكتور محمد. خليكم معي اعزائي المشاهدين، هناخذ فاصل قصير ونعود من جديد. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. سيد محمد الصافي، في شخص يعني قليل أدب شوية، هو كل مرة حاط سبة حاجة لكن كاتب لي قال لي كل شيء بيرتفع سعره يعيل. هل فعلا في ارتفاع في الأسعار بيصير إذا استبدلنا الدعم سيد الصافي؟ طبعا الإجابة هذه استاذ أحمد ما ينفعش نجاوب عليها برأيي، وإنما لا بد من دراسة. ذكر الدكتور محمد أحمد على قصة المرونة، وأنا شنو المقصد بالمرونة هو ما مدى حساسية الأسعار للبنزين أسعار المحروقات. فنحن محتاجين نشوف دراسة إحصائية نعرف مرونة المواد والبضائع اللي عندنا. يعني عن أي مرونة نتكلم إحنا؟ في فرق في أسعار 2000% سيد الصافي في البنزينة. كيف؟ معلش يعني ممكن توضح لي. يعني خلينا نتكلم مثلا شاحنة كبيرة، باهي خلينا في الموضوع الوقت. شاحنة كبيرة بتحط أبصر قداء، بتحط حاوية زيت على ظهرها، هل لما بتفرق السعر الفرق في البنزينة هذه كان ياخذ في الليترة ب 15 قرش وتوا ياخذ فيها مثلا بزوز دينار ونص، لما نجي نحسب على عدد صناديق الزيت هما قديش حيطلع على كل صندوق الزيادة أو الفارق؟ أنا نخاف نقع في فخ تبسيط الحسبة أستاذ أحمد. ليش؟ لأنه ما جيت تشوف دراسات على الدول الثانية تلقى أن التضخم الناتج من رفع يعني أعطيك إيران على أبسط مثال وبحثت عليها قبل ما نجي الحلقة اليوم، التضخم زاد فيها 54%. فما نخاف أن لو نقع في فخ الحسبة البسيطة تضيعنا من جوانب الثانية. يعني لحظة بس، شيشة زيت مثلا بعشرة دينار حتولي 15 دينار إذا ارتفع سعر البنزين. الحق ما نقدرش نعطيك مثال حي او حسبه بسيطه كيف الارتفاع، بس النقل المواد البضائع الاسعارهن في له علاقه طرديه جدا بالبنزين. هل انت قريت عنا او حسبت حسبه؟ لان انا كان عندي ساده زمان الرعيض مثلا محمد الرعيض وحسني وكل من شجع على استبدال الدعم في ذلك الوقت. مش أنا هذه موضوع مهم، أنا لي 4 سنين نتكلم على استبدال الدعم، أنا اليوم رغم عشان بي لا نتكلم عنه لا يلتغى لا يستبدل، دبر أموره الحكومة ما بيش يتلصق في راسي بعدين يقول أحمد سنوسي هو بعدين اللي كان من المساهمين حتى هو أن غيرنا سعر الصرف من دينار ونص لأربعة دينار ونص. ما فيش حد أهبل يبي الكلام هواه، لكن أنا من نبي الليبيين كلهم ينالوا نفس الشيء بكل الأسعار. لكن هل الدولة سيد الصلح بنمشي لك أنت، هل الدولة ما زال عندها اتساع من الوقت أن هي تفكر وأن هي تخمم وأن هي تو جايب دكتور صلح إبراهيم وخلنا نعرفه سؤال لك أنت، ما زال عندها الوقت أن هي تستبدل؟ أنا نشوف في جاي الرفع ما عادش في استبدال. الاستبدال أنك أنت تغلي سعر البنزينة وتعطي بدل، لكن الدولة ما عادش تقدر. هل نتوقع ما زال تصرف 12 مليار دولار العام الجاي على نفس الهدر في الأموال أو لا؟ تفضل دكتور. تفضل محمد بعدين نمشي انا بس استاذ احمد نزيد نركز على قصه ارتفاع الاسعار. انا ما نقدرش، ما فيش حد يقدر يقول لي ما مدى التاثير الحقيقي على الاسعار بدون دراسه احصائيه. من الصعب. انا حسب انا احد الاشخاص بعث لي تو داير رساله، بعث لي رساله باي قال لي ارتفاع اجره النقل تاكسيات ولا مش عارف ايش 20%. البضائع تسمع فيها؟ راح الصوت شوي سيد احمد، ممكن تعاود. حد بعث لي توا دراسه قال لي الكونكلوجن بتاعها ان 3% في البضائع بتزيد السعر و20% في النقل، هذا اللي ممكن يزيد مش 50%. أنا,
أنا عندي دراسة واحدة أستاذ أحمد، آخر دراسة عن دعم المحروقات في ليبيا في 2015 من البنك الدولي، وأنا مستعد أن نشاركك بها. تقول إن لو رفع الدعم مباشر كامل، رفع الدعم كامل حيزيد الفقر بنسبة 10%، ورفع الدعم تدريجي 30% فقط حيزيد الدعم، حيزيد الفقر بنسبة 3%. ففي دراسات تقول إنه حيأثر في دخل المواطن. يعني هذا بس 2000، هذا كلام هذا في 2015، يعني ما عنديش دراسة جديدة. فهذا ليش أنا ما نبيش نقع في فخ الحسبة البسيطة، وكذلك لابد لنا أن نأخذ يعني نديروا افتراضيات أسوأ السيناريوهات. فأنا المقصد من كلامي لابد من البدء في برنامج رفع الدعم، بس الرفع الحقيقي من وجهة نظري هو المحطة الأخيرة رقم واحد، لابد أن نتوفر. يعني كلامك الاجتماعي. كلامك أوكي. اليوم طلع قرار السيد دبيبة تقريبا فيها أمور حماية اجتماعية، تو كيف قريت أنا 700 و600 وكذا، كلام ممتاز، رفع للي عندهم مستويات دنيا من المرتبات. لكن طيب خلينا نسمع، يعني انت اللي قاعد تقول فيه سيد الصافي انا نبي نرفع الدعم، لكن هل نرجع كلام السيد محمد احمد، هل نرفعه فجائي او تدريجي؟ هنا اللي في لغط وفي اخذ ورد في الموضوع، صحيح؟ فعلا. لو تسمح لي نشرح لك الفروقات الاثنين على السريع، بس ممكن نعطي علي 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 خلينا نمشي للسيد علي الصلح. سيد علي الصلح، شنو الفرق بين الـ بين الـ بين الفجائي وبين التدريجي بالنسبه للاقتصاد؟ الفرق طبعا جوهري جدا، لاننا لو نبي نتكلم على القوه الشرائيه نبي نتكلم على انخفاض في الاسعار وارتفاع في اسعار اخرى. يعني مثلا لو رفعت سعر البنزين اليوم وكان حصة الأسرة 5000 مثلا، وكان في السابق ندفع في 750 في السنة، معناها نبي 750 ناقص 5000 على 5000 سعر نهاية الفترة يعطيني حوالي 85% بالسالب. إذا أنا حنخفض من القوة الشرائية ومدى استجابة المرونة اللي تحدث عليها السادة الزملاء بوضوح بنسبة سالب 85%. ال 85% هذه هي الفجوة اللي نبي نشتغل عليها، اللي نبي نمتصها. هذا الامتصاص يتم من خلال يا أما نقدي يا أكتروني يا ندير اللي هي سياسة حماية، واللي أهم من ذلك اللي هو مسؤولية أساسية لمصرف ليبيا المركزي، حماية واستقرار سعر الصرف. ممتاز. يعني بعد ما نخفض أيضا سعر الصرف من 4.48 جنيه، خلينا نقوله هو 53 اليوم، إلى 3، معناها نحكي على معدل انخفاض حوالي 50%. الـ50% لو حولناها من 85% يقبى هذا امتصاص جزئي للارتفاع العام في الأسعار، معناها الباقي عطيت لهم نقدي. وأنا في رأيي نبتعد دائما عن النقدي. نحن في ليبيا مشكلتنا الرئيسية والأساسية اللي هي البيانات المحلية، بيانات الأسر والأحوال المدنية. يعني أنا لو خضيت بيانات السكان في ليبيا نستطيع بسهولة جدا حل هذه المشكلة، وأن أستهدف من يريد ويحتاج الدعم. انا ما يهمنيش، انا يا سيدي حتى لو كان ما لقيتوش حل يا جماعه الاقتصاد فيه، اعطوه كل واحد القالون بتاعه يا سيد علي الصلح، اعطيه كل واحد 40 لتر 35 لتر لكل بيبي ولكل واحد، خليه يبيعها يتاجر بها يحرقها اموره. طيب خلينا نمشي على طول لاخر سؤال بس للسيد ابراهيم بوبرد رئيس لجنه الاداره بشركه البريقه. سيد ابراهيم موجود معي؟ نعم استاذ احمد، بارك الله فيك يا سيدي. سيد ابراهيم نبي نسالك، كم نسبه البنزينة المصنعة محليا من استهلاكنا الكلي كآخر سؤال بس؟ المصارف المحلية توفر للسوق المحلي من 15 إلى 18% فقط، البقية يتم توريدها بالخارج. كلها يتم توريدها بالخارج. ها تكلفة 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 تصنيع هالبنزينة هذه او الـ 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 ايه تكلفة تصنيع البنزينة هذه، هل هي ارخص في ليبيا ولا ارخص برا؟ والله لو اخذنا طبعا الماده الخام، هي انت عاده هي تصنع من الماده الخام معروفه يعني، فعاده انك انت لما التصنيع بالداخل لو انا بناخذ سعر الوقود او سعر سعر النفط. تسمع فيك استاذ احمد؟ نسمع فيك بوضوح سيد ابراهيم. هو طبعا من الصعب ان اجاوبك سؤال دقيق جدا، لكن عاده المصافي المحليه لما
لما تشغل في الداخل المقصود منها مش التكلفة أو الربح بقدر ما هي توفير الاستقرار أو زي ما نقول نوع من الأمن القومي. لا عاد دكتور، في أي شيء يبنى على ربح وخسارة، لو كان دير فيه بخسارة. المصافي المحلية أستاذ أحمد الحين بالسيف لدولة منتجة لا يمكن أن تحقق ربح في البلاد لو بدينا أنت مصافي مثلا يعني بالشكل الكبير، لأنك أنت لو أخذت بحسبة بسيطة وأنا ماليش اقتصادي، أنك أنت لما تبيع سعر البرميل من النفط مباشرة بدون إضافة عليه أي تكاليف يعني تصنيع، ربما من ناحية العوائد يكون لك أفضل، لكن لازم تكون عندك أنت على الأقل لتحقيق الاستقرار الأمن القومي أنك أنت فرض تصنع شيء في الداخل. فاللي نقدر نقول حوالي المصافي توفر لنا من 15 لعند 20% من إجمالي كميات الوقود اللي احنا نجيبه فيها من الخارج. شكرا جزيل الشكر لك سيد إبراهيم رئيس لجنة الإدارة بشركة البريغا، أشكرك جزيل الشكر الحقيقة على مداخلتك معنا. السيد خالد حمزة موجود معنا ديوان المحاسبة. دكتور صالح إبراهيم موجود معنا؟ نعم. دكتور صالح أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لدخولك معنا اليوم. مرحبتين بك أهلا وسهلا أستاذ أحمد. سيد إبراهيم، يعني كثير من الموظفين في الدولة اليوم يتكلموا عن استبدال الدعم وكأنه فكرة جديدة. احنا ما عادش نتذكر بالضبط 2004 2005 تم تغيير سعر البنزينة من 12 قرش ل 15 قرش، هل كان للنظام السابق وانت حضرتك كنت احد يعني الفاعلين فيه، هل كان عند النية فعلا ان هو يستبدل الدعم او لا؟ هل يراها كان فكرة ناضجة صحيحة ام خطأ يجب يتراجع عليه؟ كيف كان يشوف النظام السابق لموضوع استبدال الدعم وبيعه ب 15 قرش هو سعره اغلى من هذا بكثير؟ يعني اعتقد من السبعين كانت سياسه الدعم هي المنتهجه في ليبيا الى عند التسعينات، وبعدين بعد 2005 اصبح في توجه كبير لتحرير الاقتصاد ولرفع الدعم، لكن كانت في اولويات اقتصاديه اعتقد في رفع الدعم. يعني في مجموعه انواع من الدعم، السلع التموينيه، فيه المحروقات، في اشياء كثيره يعني تم فيها الدعم، لكن لم تتخذ خطوات يعني جذرية أو حقيقية لرفع الدعم في ذلك الوقت. لكن الخطورة هي في يا دكتور على الأقل حولوه حتى من 12 قرش ل 15 قرش، عدم وجود أفعال حقيقية، هو تو قاعد نفس السعر ل 10 سنين، لكن على الأقل كان عنده نية البادرة. صح هو ممكن واحدة من السياسات اللي كانت متبعة هو رفع الدعم تدريجيا وتحسين دخول الناس وتحرير الاقتصاد وإيجاد فرص رفع المداخيل الناس سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام مرتباته، فممكن كان يستهدف أنه كل سنة يرتفع بنسبة بسيطة، لكن بعد 10 سنوات كان ممكن يرتفع الدعم بشكل كامل نهائي، لكن هذا طبعا لم يتم نتيجة التحولات اللي صارت والتغيرات اللي صارت في ليبيا. الخطورة هو أن الحكومات لما تقرر قرارات شبيهة بقرار رفع الدعم طبقه فورا او رفع او تخفيض سعر الدولار مثلا الدينار الليبي. بقول لك حتى على حادثة هذه، وتصديقا لكلامك السيد، تجربة السيد شكري غانم يعني الله يرحمه ويسامحه، توا سموه شكري طماطم لانه وعد الناس انه بيلغي الدعم بيعطي بدل، ولكن لم تفي الحكومات بوعودها. عندنا مشكلة ثقة سواء زمان وسواء توا في اللي قاعد يحكم فينا، مش قاعد ينفذ في اللي قاعد يقول فيه يا دكتور صالح إبراهيم. صح طبعا احنا جزء من العالم وجزء من منظومة الدول النفطية في المتخلف هذه، وبعد 9 عقود من نعم نسمع فيك بوضوح، نسمع فيك بوضوح. بعد 9 عقود من يعني من تدفق النفط دعم المحروقات، و يعني تأكد بأنها سياسة غير فعالة وغير كفرة، ومن المعروف أن الطبقات الوسطى والعليا أكثر استفادة من دعم المحروقات لأنهم يملكون سيارات ويملكون يستهلكوا في الوقود وفي المحروقات أكثر من المواطنين العاديين اللي في الطبقات الدنيا. صحيح، ما عندهم سيارات. من عند السيارات إلى عند حتى مشاريع يعني المصانع والأشياء هذه كلها، هم الطبقات الوسطى والعليا هم اللي يملكوا المصانع ويملكوا الأشياء والمكيفات في الكهرباء والقصور صحيح. نعم يعني، ولهذا أنا أعتقد بأن الدعم الغير مباشر يجب أن يستبدل بدعم مباشر،
باكر واحد من زملاء قال لك تقريبا الدكتور الاستاذ صافي قال لك ما فيش يعني فيش دقه معلومات. انا اعتقد نظام الارقام الوطنيه الجديد هذا كفيل بهذا. انا نبي الدعم يوزع عليه 6 او 7 مليون ليبي اذا كان هم الان يستهلكوا في 20 مليار في السنه يقسمهم. يجب ان تعطي مكافاه الليبيين تطلع ممكن 3140 دينار او 3200 دينار لكل مواطن حتى اللي عمره يوم كامل. صح صح. يجب ان يعطى لان النفط يا اما يكون قطاع خاص في امريكا يا اما يكون قطاع عام زي ليبيا. لما يكون ثروه عامه يجب ان يستفادوا منه كل الناس. مزبوط. اما بشكل مباشر. الناس خايفه يا دكتور الناس خايفه يقول لك اه تعطيني 3000 تقول لي تعطيني 3100 دينار وبعدين ما تعطيني شيء. هذه مشكله الناس كانوا واثقين في حكوماتهم يقول لك لا 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 اعطيني انا نتصرف نشري فراوله بيه بدل ما نشري بنزينه. لكن في مشكله عدم ثقه حتى النظام السابق ما كانش. انا استغربت من قرار استاذ عبد الحميد الدبيبه بان يعني ممكن اول قرار دار هو القرار هذا. يعني هل ليبيا الان مشكلتها هي رفع الدعم على المحروقات هذه هي المشكله الحقيقيه؟ لا، في مشاكل اخرى. هو الحكومه قالوا لنا قاعدين 9 شهور في قضايا من توحيد الجيش والمؤسسات الامنيه الى عند مواجهه كورونا. يعني في ملفات خطيره جدا على ليبيا الى تسويه الاوضاع الخارجيه لاخراج المرتزقه في قضايا كثيره جدا. يعني هو دكتور يقدر يشتغل في اكثر من اتجاه في ان واحد. لكن ما تنساش يعني هو مفترض اول حاجه يديرها يطبق مبدا المواطنه. انا معاه في يا اما يا دكتور صالح يا اما يعطينا كلنا كليبيين ب 3 جنيه البنزينه زي في سبها يا اما كلنا ب 15 قرش. اما عيب يا استاذ احمد ما في في عالمنا احنا الثالث الدول النفطيه الدول الريعيه ما فيش مواطنه. في واحد عنده قدره يصل الى دخل النفط وياخذ منه زي ما يبي، وفي واحد يده مقطوعه ولا قصيره ما يقدرش يصل. وهذا كلام خطير. هناك مواطنين من الدرجه الاولى، مواطنين من الدرجه الثانيه، ومواطنين من الدرجه الثالثه. يعني اللي تحكي عليها في الجنوب ديما القوه المهمش اللي يبيعوا البنزينه يبيعوا لهم فيها ب7 دينار هذه مواطنين من الدرجه الثالثه مش مواطنين حتى من الدرجه الثانيه. صح. ولهذا النفط يدمر مفهوم المواطنه. يجب اعاده مفهوم المواطنه بمعالجه موضوع النفط. اخطر شيء على الديمقراطيه وعلى بناء دوله المؤسسات وعلى المواطنه هو النفط. لان النرويج عملت له صندوق سيادي واصبح مش خاضع للحكومه، خاضع للبرلمان للاجيال القادمه. في امريكا يملكون خواص معروفه، لكن في ليبيا ولا في السعوديه ولا في الكويت ولا في الجزائر. طيب. طيب الحكومة هذه ممكن تتحول لحكومة دكتاتورية عن طريق النفط. يعمل شوية دعاية وشوية بروباغندا تنموية ويدير عملية سكان وخلاص، والناس يقولوا خلاص نبوا هذا، ويرجع الكهرباء ويرجع المية على الحاجات الطبيعية هذه. أنا نبي نسأل الدكتور صالح إبراهيم، هل تعتقد أن فعلا أن الدعم ما أداش الاقتتال في الجنوب الليبي، ما أداش إلى استباحة للجنوب الليبي، ما أداش لي يعني إحنا خايفين راو حتى أهل الجنوب هذول ما يقول لك أنا ما مش معقولة كان أنا ناخذ في بنزينتي من مش عارف وين وناخذ في ما هيش بلادك بالطريقة هذه. عارف يا أستاذ أحمد أنا يعني طلعت على الدراسات، واحدة من الأشياء اللي أصبحت تدير فيها الشركات والدول أن المناطق اللي يطلع بها النفط يجب ان يخصصوا لها جزء من دخل النفط لتنميتها. صح. لان موجود هذا القانون في دراسات وجد ان تقريبا 30% من اسباب الحروب الاهليه هو النفط. صح. وليبيا واحد من اسبابها النفط، حرب الاهليه. صح. يعني بدليل ان يعني حتى تاخر بناء الدوله، عدم تحولها الى دوله بعد 2011 هو النفط. لان تونس ومصر اللي ما عندهمش نفط بعد شهرين ما عادش يقوموا ياكلوا، قاعد يخدموا ولا العماله. لكن الليبيين 10 سنوات يتقاتلوا والمرتبات تمشي والامور ماشيه حتى الأبدع على الاقل. فهو استراع ال 150 مليون ولا 100 مليون دولار اللي يطلع ينزلوا كل يوم من السماء عن طريق الشركات النفطيه. مش قتال على مبدا الباطنة والسياده. انا اللي في بالي ومقتنع به يا دكتور ان في ناس تكون في ثروات هائله منها التهريب، هو وهذول ما حيجي يوم لازم يتعاركوا مع الحكومه او مع الدوله او الجيش نتاعنا باش يحلوا به السلام في الجنوب. انا كل ما نزيد نخلي الدعم موجود سنه اخرى حيزيد يديروا ثروه ثانيه وحتعيق بعدين تاسيس الدوله. عندنا مشاكل كبيره انا نتكلم مش على الجنوب بس، اهل الزاويه اهل الزاويه يا دكتور صالح اللي نقولوا عليهم مهربين، هم شبابهم نفسه يشروا حتى هم البنزينه بزوز دينار وبدينار ونص. ايه لكن يا استاذ احمد لما الحكومه هذه تاع استاذ بيبه بتحول الدعم 20 مليار بالاضافه لارتفاع مستوى الحياه في ليبيا من الكهرباء الى عند المواصلات، انا بنسال سؤال، اين سيتم انفاق هذه ال 20 مليار؟ هل سيعملوا بها طرق؟ هل سيحسنوا بها مواصلات؟ الدول الاخرى تنفق في ممكن من 5 إلى 10% على المواصلات، اللي ممكن ينفقوا
35% على المواصلات. أشكرك جزيل الشكر دكتور صالح إبراهيم. نقطة مهمة جدا دكتور صالح إبراهيم قال إيه أوكي باي تمام، تبوا تاخذوا منا الدعم 12 مليار بعدين شو بديروا بها؟ هل بيخنبوهم حتى هم بيديروا بهم بدالي وبيأتتوا بهم مجلس رئاسي ولا مش عارف إيش ولا بيعطوا؟ أنا لو كان فعلا كلام الشباب صحيح، لا يوجد ثقة بين المواطن في ليبيا وبين من يحكمه، أعطوهم الفلوس على طول وقبل ما تلغولهم مفروض، وإن شاء الله خير. ترى خلينا ناخذ السيد خالد حمزة. سيد خالد حمزة موجود معاي؟ أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك سيد خالد حمزة، عضو في الديوان الليبي. رأي ديوان المحاسبة دائما رأي ديوان عنده آراء في عدة مواضيع، كيف يشوف ديوان المحاسبة لعملية الدعم من رفعة سيد خالد حمزة؟ السلام عليكم استاذ احمد. اهلا وسهلا بك. طبعا عليكم السلام. تحيه ليك ولضيوفك والاخوه المشاهدين. طبعا موضوع الدعم هذا موضوع كبير يجب ان يدرس كحزمه واحده. اذا كان رفعت الدعم مشكله، اذا كان خلت الدعم مشكله. طبعا انا اعطيك شوي مؤشرات ان من مساوي استمرار دعم الوقود اللي هي استنزاف أموال الدولة زي ما قال الجماعة، غياب العدالة في التوزيع. واحد عنده مثلا لو تكلمنا على البنزين، واحد عنده 6 أو 7 سيارات مستفيد من دعم الوقود، وواحد قاعد يمشي في 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 تاكسي والله عنده سيارة واحدة، مفيش عدالة بصراحة. الإسراف والتبديل والتهريب. طبعا الأجانب نجوا مثلا الأجانب اللي يخدموا مثلا في الورش وورش اللحام، هذا كله مستفيدين من الكهرباء، والكهرباء كلها مدعومة. فأنت كيف لازم تفرق ما بين الليبي وبين الأجنبي؟ إحنا لما نمشوا برا في مصر الفاتورة بتاع الكهرباء الليبي بشكل بصومها بسعرها بروحها، فمش معقولة نوصل مثلا لهالدرجة. طبعا التهريب يعني هنقول لك في تقرير ديوان المحاسبة من سنة 2012 إلى 2015 ليبيا صرفت حدود 30 مليار دينار. 30 مليار دينار لما نقول لي مثلا على البنزين، على الوقود الديزل، على الزيت الثقيل، غاز الطاهي، الكيروسين، فتجد أنت أرقام مهولة هذه صرفت في ليبيا. لكن في نفس الوقت تقول لي كلامي كاني يشير إلى لازم نرفع الدعم. المشكلة قلت كلمتين أنت تو في الأخير أستاذ أحمد لما قلت أزمة ثقة. نعم في أزمة ثقة ما بين الحكومات وبين المواطن. يقول لك علاوة العائلة أعطت سنة ولا اثنين وبعدين وقفت. يقول لك رفعوا الدعم على المواد الغذائية وكذا والدعم والبديل ما أعطوه شيء. يقول لك نفس الموضوع حيصير في موضوع دعم الوقود. ففي نفس الوقت ما ترفعش دعم مشكلة وترفع الدعم مشكلة. لكن فيه توني نقول لك حتى ما فيك مؤشر على الأسعار. لو تعرف في دول الجوار ليبيا الجزائر مصر تونس، تلقى ليبيا عندها 10 سنت، الجزائر 22 سنت، مصر 78، تونس 80. شوف الفرق معناها 8 مرات فيه بيننا وبين لا 4 سنت. احنا 4 سنت دكتور، 4 سنت سيد خالد، اللي هو 0.15 تقسيم 4.5 0.03 سنت. يعني السعر الاول صح 3 سنت صح. طبعا الانين شوف ارخص سائل في العالم، ما اعتقدش حتى مية البحر تقريبا اغلى منه. طبعا احنا في ديوان المحاسبه في تقاريرنا كل سنه نتكلم على موضوع هذا والإسراف اللي حاصل والمصروفات اللي تتحمل فيها الدولة الليبية من موضوع الدعم. لكن فيه احنا تناقشنا كذا من مرة السيد رئيس الديوان والسيد الوكيل والإدارات المختصة في الديوان أن للوقت هذا ما نقدرش نرفع الدعم على الليبيين إلا بدراسة الموضوع كعزمة واحدة. مثلاً استخدام البطاقات الإلكترونية. البطاقات الإلكترونية هذه وفق حصص لكل الليبيين ولكل أسرة، وتغيير والإسراع في استكمال مشاريع الكهرباء وتزويدها بالغاز بدل الزيت الثقيل.
يعني اشكاليه، صح في اشكاليه زي ما قالوا ضيوفك في الضيوف اللي تكلموا قبلي، في مشكله في تنفيذ مشاريع الغاز وفي كذا، لكن هذا حل. ممكن انت تاخر الموضوع لين تبدا في الاجراءات التنفيذيه اللي في موضوع مثلا الغاز. لما انت الكهرباء ما عادش تاخذ الغاز الثقيل وتضل تستخدم في الغاز العادي الوقود الثقيل، حلت مشكله. الكهرباء تاخذ في حدود 45% الى 50% من المحروقات، محروقات. تو مثلا لما تزيد السعر مثلا ترفع الدعم على الاسطوانة الغاز، مثلا المواطن والأسرة تحتاج إلى مثلا اسطوانة في الشهر أو زوز ما يأثرش عليها، لكن لما تجي البنزينة في إشكاليات، لما تجي الديزل في إشكاليات. سيد خالد حمزة قديش يبيعوا فيها الوحدة البومبلة بتاع الغاز قديش يبيعوا فيها تو المفروض سعر الرسمي؟ السعر الرسمي يبيعوا فيها بثلاثة دينار. قد هل عمرك شريتها انت حضرتك بثلاثة دينار؟ ما فيش حد يقدر يشتريها بثلاثة، ديما غالية. لا لا لا، تو في الوقت هذا متوفرة بصراحة الحمد لله، مالها متوفرة. قبل لكن مدة كانت مش متوفرة. ايه مش متوفرة، وصلت بخمسين واربعين وثلاثين يا سيد خالد، وحتى الكهرباء نشرف مولدات ونشرف فيهم لنافطة، يعني تكلفة الخلل اللي يغطي فيه المواطن على الخدمات هي تكلفة ربما تزيد عن الحاجة. تبذير الوقت في طوابير، الراجل مفروض يمشي يشتغل على راسه يخدم حاجة، هذا كله كوست حقه فلوس. دكتور خالد حمزة، ولا هو الأزمات أستاذ أحمد، الأزمات تجي لأزمة البنزين، تجي لأزمة الغاز، أزمات كثيرة بصراحة. والله المواطن انهك بصراحه لحد كبير. اليس الدعم متسبب من بين المتسببات اللي خلت فيه ازمات سيد خالد حمزه؟ قد يكون الكلام صحيح، لكن انا مثلا نقول لك يعني في سنه 2016 اللي صرفات الدوله الليبيه في حدود 3000 دولار لكل الاسره. في سنه 2014 لو وزعنا نقصد حتكون كل اسره 7000 دولار. نقصد شنو حصلوا الأسر الليبية من هذا؟ لا شيء. هذا في موضوع المحروقات. موضوع المحروقات. موضوع المحروقات. كل أسرة تأخذ 7000 دولار في الشهر، في السنة. في السنة أو كل سنة على حسب المصروفات يزيد وينقص. مثلا في 2016 حسب التقارير اللي قدامي 3000 دولار. في 2014 زادت قيمة فرقم كبير. 3000 دولار. دقيقة بس، أنا قبل ما ننهي الحلقة نبي نحسبها. ضرب سامحني 3000 ضرب 4.5 يعني 13500 دينار، يعني في الشهر 1125 دينار. كلمة أخيرة سيد خالد، أنت شن تنصح؟ أنت شن تبي تقول في هذا الموضوع؟ هل نخلوه الدعم أم نديروا لحل آخر؟ شن المفروض تدير هذه الحكومة بالذات؟ الحل الآخر أنك أنت تستخدم زي ما درنا في موضوع مراكز البيع للمواد الغذائية وكذا، ممكن تستخدم أنت البطاقات لكل أسرة. يا سيد سيد خالد، أنا دعمت ديوان المحاسبة في هذا الموضوع، خصوصا في شو اسمها هي صندوق مؤسسة الأسعار باهي. وخليني نقول لك اقتنعت والله، وكانت كانت كانت كمنيتكم كويسة أنتوا كديوان، ولكن فشلتوا فيه، صح ولا لا يا سيد خالد؟ لا لا، هو الموضوع احنا تابعنا الموضوع وكنا نحس في معاناة المواطن، فقعدنا نتابعه في الجهات التنفيذيه، لكن ما احنا الديوان ما هوش تنفيذي. لا لا لا، مش انتوا اللي فشلتوا، مش انتوا اللي انتوا اشرفتوا على هذا الموضوع، دعمتوا هذا الموضوع، وفي الاخر فشل يا سيد خالد. ما يشيل الفرق بينه وبين موضوع المحروقات. اخي احمد، انا كلفت برئيس لجنه متابعه صندوق موازنه الاسعار، وصلنا لين البضاعه وصلت للجمعيات، وصلت للجمعيات، وبعدين توقف فيه إجراءات تانية توقفت بصراحة. لا لا لا، أنا لو والله ما نذكر في الديوان إنه هو اللي فشل، ولكن الموضوع كله فشل سيد خالد. والله في ظروف شنو خلاها في جهات اللي وقفاتها، فنقصد أني في وضع الدولة اللي صار الانقسامات، فهذا له الموضوع. الدعم يحتاج إلى دولة مستقرة أستاذ أحمد، لازم فيه استقرار. كيف تبي توصل الدولة عارف تايم اوت، كلمة أخيرة بس، كيف تبي توصل الدولة للاستقرار سيد خالد وفي دعم؟ ما هذا هيك الناس قاعدة هيك تفكر.
مش بالمعنى هذا، نقصد الاستقرار السياسي حتى. سياسي ممتاز. طيب طيب كان بدي سيد خالد اني نقعد معك اكثر انت وباقي الضيوف، لربما كانوا هلبة الضيوف وما قدرتش نوزع الموضوع بشكل كويس اكثر من هيك. اشكركم واطلب السماح منكم كلكم، سيد محمد الصافي، سيد علي الصلح، دكتور علي الصلح، سيد محمد احمد، دكتور صالح ابراهيم، سيد ابراهيم ابو بريديعه، السيد خالد حمزه، اشكركم جزيل الشكر. اشكركم اعزائي المشاهدين، نلتقي الحلقه المقبله بنفس التوقيت في امان الله.